أخدك على شيء مهم بقى اللي كنت بقول لك عليه، الحوار الوطني. الحوار الوطني أعلن بالفعل التوصيات النهائية حول النظام الانتخابي وزيادة أعضاء البرلمان وتعديل قانون العمل الأهلي، وأيضا توصية بالإسراع في المجالس المحلية. معانا على التليفون دكتور سمير صبري، مقر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا يوسف بي وكل المشاهدين. أنا هقول أخيرا وليس آخرا، اتفقنا على التوصيات النهائية المتعلقة بالنظام الانتخابي والمحليات. النظام الانتخابي استقرته على أي من التوصيات التي سترفع إلى الرئيس؟ نتكلم على، هاخدها حتى ما بين قوسين، هل لدينا توصيات تخلق صلحا وشهر عسل ما بين الاستثمار والحكومة؟ طبعا طبعا، هو كل الحوار الوطني سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي هو للأمانة خلق حالة من الصلح، ومش شهر عسل إن شاء الله يكون دائم في الفترة القادمة بإذن الله. خليها قرن عسل بإذن الله، هيكون ما بين الحكومة والحكومات المتوالية وما بين الشعب وما بين كل الأجهزة القائمة على إدارة الدولة، لأن هي كانت دعوة الحوار الوطني فيها فلسفة حكيمة جدا من فخامة السيد الرئيس، إنه دايما الناس يا يوسف بيه، الفكرة هنا وده اللي أنا اتعلمته في الشغل في الحوار الوطني وفي جلساته وورشه، مش كل واحد دايما تقعد معاه يحللك مشاكل مصر في السياسة في الاقتصاد في الفن في الإعلام، تلاقي الناس عندها أفكار وبتقول طيب الرئيس هنا، طب ما نفتح المجال ونسمع بعض كلنا، ويمكن اللي بيقول فكرة ده يعرف إن هي مش صحيحة أو غير منضبطة، أو يعرف الناس إن فكرته فعلا ليها وجاهة ونبني عليها والقانونيين يعدلوا فيها وتبقى متوافقة مع القوانين والتشريعات. من هنا مش الحوار الوطني بكل درجات الحوار إلى أن وصلنا مثلا في الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. احنا عندنا محددات، عايزين أولا نشيل العوائق والمشكلات اللي بتعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين. ثانيا خلق فرص لاستثمارات جديدة، يمكن الحكومة من الضغوط اللي بتكون على الحكومات دائما ان التخطيط للمستقبل والفترات الطويلة احيانا بيعوموا ويغوصوا في مشكلات حاليا، عايز يحل مشكلة النهاردة والشهر الجاي ودخول رمضان، لا دخول مدارس، عندي ازمات في العالم، سبلاي تشين، في أزمة مواد غذائية، العالم كله بيشتكي النهاردة من أزمة، ومش غريب إن احنا بنقرأ وبنشوف كل وسائل الإعلام في العالم داخلين على أزمة غذاء في العالم. طب يبقى الحكومة النهاردة بتخطط لإيه؟ زيادة الاستثمار في مجال الزراعة. طيب أي أنواع من الزراعة، أي تقنيات، القوانين متحفزة إن أنا أجيب مستثمرين أجانب وعرب مع المصريين جنبا إلى جنب لهذا القطاع اللي اشتغلنا عليه. فقلنا مثلا توصية شهيرة والإعلام كله تناولها بالأمس، وهي أحد التوصيات، إن يكون في وزير للاقتصاد. إحنا لقينا بعد تاريخ مصر ودراسة الحكومة المصرية وزير الاقتصاد دائما هو اللي بيكون رمانة ميزان لربط السياسات المالية مع السياسات النقدية مع وزارات الإنتاجية. أنا عندي وزارات إنتاجية لو ما كانتش متصلة وفي حد بيربط دايما سياستها مع السياسة النقدية والمالية لهذه الدولة بيحصل بعض الخلل، وخصوصا إن احنا بنمر بمرحلة في العالم كله محتاجين وزير للاقتصاد يا دكتور ولا وزير للاستثمار؟ لأنه برضو وحضرتك أدرى مني هناك فرق، اقتصاد ولا استثمار؟ فرق كبير جدا، وأحييك على ده لسبب، احنا في ناس طلبت في الجلسات العلنية والناس شافتهم على الهوا اكثر من طلب، عايزين وزير استثمار عايزين وزير استثمار. لما قعدنا بقى واتكلمنا معاهم في جلسات النقاش قلنا لهم يا جماعة احنا عندنا وزير استثمار، احنا عندنا وزارة للاستثمار ووزير للاستثمار، وكل القوانين حتى القانون الاخير للاستثمار بينص في كل فقراته وزير الاستثمار هو الوزير المسؤول عن الاستثمار في مصر. المجلس الاعلى للاستثمار لما انعقد برئاسة فخامة الرئيس في عضويته وزير الاستثمار، اذا انا عندي وزاره الاستثمار وعندي وزير، ولكن في التعديل الاخير قام السيد الرئيس بتكليف دوله رئيس الوزراء بمهام وزير الاستثمار الى جانب عمله لاهميه هذه الوزاره في الفتره الراهنه. فاحنا مش عايزين نطلب وزير الاستثمار لانه ان شاء الله موجود،
ده احنا لما دخلنا في التفاصيل قلنا طيب وزير الاستثمار هيقوم بمهام الاستثمار، ولكن الاقتصاد مختلف، فقلنا ده احنا محتاجين وزير اقتصاد كمان يربط المجموعة الاقتصادية داخل الوزارة ويربط البنك المركزي مع الحكومة، يبقى فيه تناغم وفي اتفاق على رؤى بعيدة إلى حد ما. وفي بعض الآراء قالت طب ما احنا عندنا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شرحنا بالتفصيل وكان في شرح أنا استفدت منه من معالي الوزير أحمد جلال، شرحنا إيه الفرق بين وزير الاقتصاد وبين وزير التخطيط، وده اللي هيبان أكتر في تفاصيل التوصية. احنا كل التوصيات اللي ظهرت للإعلام هي مش مجرد السطرين أو الثلاثة، ولكن حضرتك إعلامي وعارف أنا بطلع بيان إعلامي بختصر قدر المستطاع. طبعا ده بيان بيبقى للنشر، بيبقى ملخص للنشر، إنما التفصيل موجودة. وزارة الاقتصاد هيبقى إيه دورها، هيبقى إيه المهام اللي بيقوم بها هذا الوزير، ومش هيبقى تنفيذي. وهنا فلسفة مصر الفترة اللي جاية في الجمهورية الجديدة من وجهة نظرنا كلجنة استثمار، إن مش كل الوزراء لازم تكون بتشتغل إكزيكتيف بينفذ، عنده مشكلات مع المواطن وعنده حلول وعنده طلبات وتصاريح وموظفين، لازم يبقى فيه وزراء في قلب المجموعة الاقتصادية، فكر ضبط الإيقاع، يشوف توجهات الدولة فين ويبدأوا يشتغلوا بسرعة. يا رب إدنا على كتفك يا دكتور، احنا منتظرين تفعيل بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه التوصيات، يعني هينظر فيها فخامة الرئيس، وربنا ييسر الأحوال. أشكرك جدا يا دكتور سمير، نورتني وشرفتني كما جرت العادة. دكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني.